الاختبارات اللي احنا بنعملها دي اختبارات خارج مواعيد الأكاديمية، خارج نشاط الأكاديمية، خارج في الفترة اللي احنا بندي فيها راحة للأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية طوال الموسم. لكن وجدنا هناك عندنا أكثر من 400 أو 500 لاعب مميزين لو ما اشتركوش السنة دي هيروحوا أندية أخرى، فلازم قطاع الناشئين بوجود كابتن بدر رجب معنا وإحنا موجودين نقدر اللاعبين ديل نحاول نحافظ عليهم، ولو حتى طلبنا منهم التواجد معنا إلى أن يتم قطاع الناشئين يتعايشوا مع قطاع الناشئين ما نقدرش نعمل أي حاجة غير أن إحنا نوعدهم أنه هيكونوا متواجدين معنا طوال الفترة القادمة. ودي حاجة هي عملناها فترة إضافية أضفناها عشان نحافظ على اللعيبة المميزين، عشان إحنا عندنا السنة الجاية برضو الأهلي بي المراحل السنية المختلفة 4 مراحل سنية نقدر نلعب فيها دوري منطقة القاهرة الأهلي بي. في معايير يعني معايير حطينا كتير قوي، معايير طبعا التكوين الجسماني والمهاري والسلوكي والشخصي، كل هذه المعايير أنا بشتغل عليها، يعني بشتغل عليها فنيا وبشوف اللعيب شخصيته ايه في الملعب، بشوف فنياته ايه في الملعب، بشوف كل ما يدور. أنا مش بتأثر بحاجة، أنا بتأثر النهارده اللعيب ده يفيد في قطاع الناشئين ولا لا، وبعدين بنقرر على قطاع الناشئين. يعني طبعا بيبقى في موهبة، في موهبة من الناحية المهارية، بيبقى موهبة من الناحية الجمالية، النهارده لعيب كويس جدا تلاقيه كويس جدا بس جسمه ممكن تكون جسماني في مرحلة النمو ممكن يكبر، ولكن بيبقى واضح قوي ليا كمدير فني قاعد ان ده لعيب كويس جدا مهاريا كويس، ممكن حتة تكون جسماني في مبعد يبقى كويس في مرحلة النضوج. يعني اليوم بنبص طبعا للعيبة المميزة جدا الأكثر تميزا بيقدر ننضموا لقطاع ناشئين، بيعملوا معايشة مع قطاع المجموعة اللي هم الأقل شوية بمستوى، بنبقى عندنا أهلي به اللي هو اللي احنا الحمد لله كنا داخلين بيه اللي هو زي قطاع ناشئين ومنافس دايما قوي في منطقة القاهرة، والحمد لله حصلنا بال4 مراكز الأولى في المراحل السنية مرحلة البراعم. بنبص على كده وعلى كده، ولو في برضه حاجه دايما بيبقى دايما بيفيد الانديه نقدر دايما نبص للولاد على اللي يقدر دايما يحط الطريق الولد على اول الطريق النجاح. عاملين لجان بننقي الولاد مراحل السنيه ال 15 و16 و14 و13 و12 و11 بحيث ان هم دول الولاد اللي احنا ممكن نقدر ننقي منهم ولاد كويسه. الولاد الكويسه دي ان شاء الله باذن الله بنعمل لهم حاجه كويسه عشان يبقى في حاجه افضليه ليهم. فرق بين الولد اللي جاي من بره والولد ابننا بتاع اكاديميه النادي الاهلي ان احنا بنعمل له اختبارات لوحدهم، بننتقي منهم العناصر المتميزه جدا بنقدر نقدمها لقطاع الناشئين بحيث ان هو يقدر يفاضل ما بينهم وبين الولاد اللي موجوده عنده ان شاء الله. كل مرحله وليها تدريب معين وكل مرحله لها مدرب معين، السن الصغير ليه تدريب معين والسن الكبير. احنا طبعا ماشيين باسس، حتى كابتن شطه من فتره كان عامل دوره تدريبيه عندنا في النادي التجمع اللي هو بيدي لكل سن مرحله معينه عشان الولد يبقى حابب الكوره، الولد يبقى فيه تطور، وكل شهر بنعمل تقرير التطور. بدليل النهارده احنا عندنا حوالي اكتر من 100 وحاجه او 180 لعيب كويس شايفين ان هم كويسين وجوم النهارده في الاختبارات يوم السبت والنهارده. فانا شايف اللي هو كل مرحله يبقى ليها تدريب معين عشان الولد يحب الكوره ويحب اللي هو يبقى موجود في النادي الاهلي.